الرسالة الإخشيدية، الرسالة الإخشيدية التي صفع بها رئيس الدولة زعيم الإخوان التكفيريين الفوضويين الذين نهبوا تونس وفقروا شعبها، واللي ما خلاو ما عملوا في هذه الخضراء العزيزة حتى ردوها، يعني ردوها مش خضرة، ردوها الصحراء قاحلة، نكلوا بشبابها وشيابها وأطفالها وبناتها، ما خلاو حتى حد مسلم، حتى حد منهم. بعد تخرج واحدة منهم شو اسمها الزغلامي تاع فرفوري هذيك وتقول لكم نحن لا نتحمل مسؤولية 10 سنوات من القحط. شوف عنهم ما شاء الله كل الإبداع تاعه. بارتاجيو ساعة مع بعضنا اللي حاضرين توا الأوفياء، بارتاجيو هذه المداخلة. الرسالة الإخشيدية اللي وجهها اليوم مثلت درسا من دروس القانون الدستوري إلى الجهلة، إلى زمرة الفاشلين اللي يتحكموا بتونس منذ 10 سنين. هذه الرسالة التي البعض من الملاحظين قالوا عليها اللي هي تمثل يعني الثقافة، روح الثقافة الإسلامية، روح الثقافة الإسلامية التي تجسدت في هذا الخط الجميل وفي هذا يعني المغلف أو الرقعة اللي كتب عليها رئيس الجمهورية هذه الرسالة الطويلة. هذه الرسالة بهذا الخط الجميل يعكس الثقافة والتراث الإسلامي، يعكس جمال الثقافة الإسلامية بتاعنا. ودوا بالكم هنا نحكيه على الثقافة. وهنا رئيس قيس سعيد وجه صاروخ إلى تجار الدين وإسلام السياسي بالثقافة الإسلامية اللي صعيب عليهم، اللي هذه المفروض يستثمروا فيها لتنوير العقول. الثقافة الجميلة التي تعكس القيم الجميلة والسمحة والطيبة للدين الحنيف، مش الفكر الإرهابي داعشي، فكر الظلامي وفكر السب والشتم للغير وفكر بتاع التسفير وجهاد النكاح واختيار الزعماء واختيار المعارضين واسكات صوت الحق وفكر الجبال، جبال الشعبي وما إلى ذلك من جبال آخرين. هذا الفكر الطائفي لأنهم يطاو ولا يعلاو يقعدوا طائفة وليسوا بحزب مدني، طائفة مهما لبسوا كرافتات زرقاء أو فيولي أو حمراء أو صفراء أو بيضاء يقعدوا طائفة ينسكت. هنا تجسد التناقض وكذلك السلاح الذي رد به رئيس الجمهورية على تجار الدين، وهو السلاح الفكري الثقافي. يعني راهو مهم برشا، هذه حاجة مهمة برشا لأنها تمثل التوجه الحقيقي لرئيس الجمهورية، التوجه المحافظ، التوجه المحافظ في دولة محافظة نحب ولا نكره، تونس دولة محافظة لكن مدنية وحداثية، رغم الإفراط في بعض الأحيان في الحداثية لكن تبقى تونس دولة محافظة ودولة عندها تقاليدها وعاداتها وعندها فكرها الزيتوني وعندها فهمني يعني هذا الدين الوسطي الحليف الذي يجمع كل الناس، عندها التسامح، التسامح مع الجميع، مع كل الأديان اليهودية النصرانية أي كان فهمني. ما احنا ما يهمناش الدين بتاع الناس لكن يعني تمنع القيم الإنسانية التي تجمعنا، القيم النبيلة اللي يعني تقوم عليها البشرية والحياة وكرامة العيش. للأسف الشديد هذا يعني مانيش نمدح لهنا، راني نقول في الحقيقة ونقول في الواقع وفي رأي بعض الملاحظين لهذه الحركة اللي عملها رئيس الجمهورية البارح والذي رد لهم قانونهم هذايا وتنقيحهم اللي عملوه
وأفشل خططهم لعزله، لأنه هما لهنا حبوا يعملوا كمين إلى رئيس الدولة باش يعزلوه. لكن هيهات يتأخروا كثيرا أو قليلا، كما قال يتأخروا قليلا، وشفتوا الرسالة واضحة وصريحة أنه بمفهومه أو بمضمونه يعني لن تكون هناك محكمة دستورية حسب الفصل رقم 148 من الدستور التونسي، اللي يقول المحكمة الدستورية يتم إنشائها وانتخابها أعضاها بعد عام من المصادقة على الدستور. يعني الدستور تم المصادقة عليه في 2014 هذا بتاع الإخوان، يعني 2015 لازم تكون ثم محكمة دستورية. أي يا أخويا، أنتم من 2011 موجودين في البلاد، من 2014 تعمل الدستور، توا 2024 جاي تلوجوا محكمة دستورية، يعني قوانينكم لاغية. وبهذا الشكل الدستور يصبح يلغي. يعني هذه راهي وصلنا احنا توا الى بلوكاج، وصلنا الى يعني وصلنا الى مرحلة ما عادش فيها، وصلنا الى مرحلة بتاع ما عادش فما حل، ما عادش فما حلول. الحل الوحيد هو اسقاط البرلمان وحل تعليق العمل بدستور 2014، ما فماش حل اخر. سامحوني لحظة برك. بسم الله. إذن الصاروخ الإخشيدي كان مؤلما جدا جدا إلى العملاء والخونة والمرتزقة الذين يريدوا الإسقاط به، الذين يعني يحبوا يعزلوه، يحبوا يرميوه، لكن حملهم زقفونا هزهم كلهم زقفونا ورماهم في البحر يعني حركة طيبة من رئيس الجمهورية الذي أحييه وأحترمه، لكن ما يعنيش اللي أنا نحترمه ونحييه اللي أنا إنسان 100% أو أوليه. وكل إنسان معرض للخطأ، ما ثماش حتى واحد، وحتى واحد ما يسلم من النقد، وحتى واحد ما يسلم يعني من الهجوم في صالح، في صالحه وفي صالح البلاد. لأنه احنا هناك باش ننقذوا حد، رانا باش ننقذوا حد في مصلحة، في المصلحة وللبناء وليس للتدمير أو الهدم. احنا ننقذوا ناس والمسؤولين في الدولة لأنهم عندهم يحموا في الأمانة لهذا الشعب، لكن في نفس الوقت نحترم رمز الدولة ورمز سيادتها، نحترم رئيس الجمهورية، يعني ولا يعني نكون له هذا كما يفعل الغير وكما يفعل الأعداء وكما يفعل الخونة والعملاء، اللي تلقاه حتى صورة أردوغان في بروفيل فيسبوك متاعه فهمني ويسب في رئيسه. هذه خيانة، هذه عمالة، هذه قذارة ونذالة للأسف الشديد. يعني شوف هنا قيس سعيد توجه إلى فئة كبيرة من الشعب التونسي، الفئة المثقفة الواعية بهذا المخطوطة، بهذه المخطوطة نسميها أنا التاريخية، اللي مش تقعد غصة في حنجرة يعني تجار الدين. هذه المخطوطة التي جسدت الثقافة العربية الإسلامية، الثقافة بتاع الخط العربي أو الأندلسي أو فهمني، الخطوط هذه اللي تجسد جمال التراث متاعنا، وتجسد يعني الفكر الطيب، وتحس يعني كي تقرأها تحس بال يعني بالانشراح، وتحس بجمالها الحقيقي بين السطور. لذلك خويا حمدي كان لهم بالمرصاد، والشعب لهم بالمرصاد، مهما يتكاثروا مهما يفقصوا مهما يجيبوا مهما، الشعب لهم بالمرصاد. ويبقى الأمل ولو ضئيل هو الأمل لا محالة، لكن يبقى الأمل، يبقى الأمل بحول الله في خلاص تونس، يبقى الأمل في خلاص تونس، وذلك عن طريق رئيس الجمهورية اللي نتمنى كان يصعد ويحل برلمان الخراب ويعلق العمل بدستور 2014، ونذهب إلى صياغة دستور جديد لتأسيس جمهورية ثالثة يكون فيها النظام السياسي رئاسي
ويكون فيها قانون انتخابي جديد وتحديد لصلاحيات البرلمان، يكون فيه البرلمان عنده الدور التشريعي رقابي فقط، يشرع ويصادق على المبادرات التشريعية فقط لا غير لا غير، ويتم يعني والسلطة التنفيذية ممثلة في رأس وحيد اللي هو رئيس الجمهورية الذي يقود السفينة، لأن السفينة إذا كان تقتل الرؤساء تاعها تغرق، وهذا حال تونس. وهذه المبادرة كنت أنا تقدمت بها في العديد من المرات وناديت بها في العديد من المرات، لازم حل، لازم نشوفوا آلية لحل البرلمان. إذا كان احنا ما عندناش محكمة دستورية كما قال رئيس الجمهورية تو، ولا يمكن صياغتها المحكمة الدستورية دي أو انتخاب أعضاءها، هم قاعدين يحضروا في الدواعش بتاعهم في بالهم، فهمني سايف فهمني، يعني يوم 8 أفريل حاطين في صفحة البرلمان باش يتم تعيين الأعضاء وما إلى ذلك، هي هي تتأخروا كثيرا أو قليلا فهمني. الناس هذوما يحلموا، لكن المحكمة الدستورية حسب شفنا من مرسوم من الرسالة بتاع رئيس الجمهورية التي ردها عليهم يعني لن يكون لها وجود، وبالتالي لهنا استحالة عمل البرلمان والتشريع. يعني لهنا في تاريخ أخرى ثم نية لحل البرلمان والنية موجودة، يعني رغم الداء والأعداء ورغم هذوما الناس الناهقة والأصوات الناعقة والناهقة في المنابر الإعلامية بتاع الإخوانجية، الأصوات الناهقة التي تقول يستحيل حل البرلمان، والتي تقول وفهمني ما ليش له الصلاحية، والتي كذا لرئيس الجمهورية عنده صلاحية ويمكن أن يجدها في إطار قانون طوارئ، في إطار الخطر الداهم، في إطار المس من سيادة الدولة التونسية. هذا البرلمان العميل المتواطئ مع السفارات ومع السفراء ومع الدول الأجنبية وليس له ولاء إلى تونس، هذا برلمان المخابرات الأجنبية وليس برلمان تونس، هذا برلمان لا يمثلنا، يجب أن يحل مهما كانت النتائج، مهما كانت النتائج ويعني مهما ولو كره الكارهون، مش تحل اليوم أو غدوة. وانا البشركم اللي ثم قاعد معلومات تجيني من عديد من يعني الشخصيات وعديد من الاعلاميين وكذلك اللي سوف تنظم انتخابات اخرى بقانون جديد، كيفاش باش تصير الله اعلم، ثم آلية قاعدة تتحضر، ثم ساروخ قاعد يتحضر، وان شاء الله مازال عندنا بسيس من الامل حتى نشوفوا تونس تمنع وينقذها رئيس الجمهورية من براثن هؤلاء التجار والمافيا والعصابات التي تحكم في اقتصاد تونس وفي شعبها، والتي يعني لا تتورع على فهمني تفقير الشعب التونسي بالزيادات بالتاكس وما إلى ذلك، يعني والتي لا تقوم العصابات هذه كان بدور يعني بدور فهمني الراعي لمصالحها الشخصية فقط، ما يهمهاش مصالح المواطنين، ما يهمهاش الناس تاكل ما تاكلش، ما يهمهاش القانون هذا يمشي على الجميع، يمشي كان عليهم هم على الفقير والضعيف القانون للاسف الشديد، وما يمشيش على الاقوياء وعلى الناس هذوما اللي الناس القويين بالفلوس وبالشركات وما الى ذلك. اي خويا نبيل كلامك صحيح، يعطيك الصحه يعطيك الصحه. نشكر كل من تفاعل معنا في هذه المداخلة، بارتاجيو من فضلكم، بارتاجيو حتى تصل الرسالة الإخشيدية في صميمهم، حتى يحسوها هذه الرسالة ويتلذذوا جمالها ويتلذذوا هذا الخط الجميل. ورغم المشاكل ورغم النقائص، عندنا العديد من المشاكل والنقائص ونعرفوا رئيس الجمهورية ما هوش فهمني الأمثل ولا الكامل ولا فهمني، لكن عندنا فهمني رئيس اللي قاعد يخدم في مصلحة البلاد بالإمكانيات والصلاحيات المحدودة اللي عنده، ونواصل دعمه، لكن لا يعني لا تأليه ولا يفهمني مساندة مطلقة، إنما ندعمه بالمواقف والآراء والمبادرات والأفكار وننقده لما يتوجب ذلك، ولا أحد فوق النقد. مرحبا بكم الكل، وأشكركم على متابعتكم لهذه المداخلة، وسنتطرق بإذن الله سنتطرق إلى مواضيع أخرى وموضوع خطير وخطير جدا، وهو الاستيلاء على أملاك الغير. نحلوا هذا الموضوع في الأيام القليلة القادمة، ونشوفوا سلطوا الأضواء على العصابات وعصابات الإخوان التي متواطئة مع الناس هذوما متاع التجار لكاريير، هذوما جماعة لكاريير متاع الرمل في ولاية نابل، بتواطئ إخواني قاعدين ينهبوا في الناس وفي المواطنين ويعتدوا على الأراضي بتاع الناس الفلاحية،
ويدمرون فهمني البيئة والطبيعة وأملاك الناس وأملاك الدولة كذلك. نسلم عليكم الكل ونقول لكم ادعمونا وادعموا الصفحة التي تتعرض إلى هجومات عديدة وعديدة جدا وسينيال كل يوم بالبوك بالكومنتير بوزيتيف بالبرتاج. الصفحة تتعرض إلى هجومات، ساعات نعمل بوست أنا ما عملش حتى 10 جيم، ساعات واحد من الأدمينات فهمني يعمل بوست يعني ما يوصلش حتى 5 جيم لأنه ثم سينيال كبير وريستريكسيون عقاب الفيسبوك لنا. يعني بفضلكم ساندونا في هذه الصفحة باللي كومنتير وبارتاج واستدعيوا أصحابكم حتى يعجبوا كذلك بالصفحة حتى نتكاتف بعضنا ونتوحد في سبيل تونس في سبيل هذا الوطن ونضع الحلول الكافية والشافية لمشاكلها وحتى نضمد جراح تونس المجروحة للأسف الشديد باش بأفكاركم بأرائكم حتى كانت مختلفة، لكن يعني تونس ما هيش مش تقوم إلا لما الشباب بتاعها وكل مش الشباب برك والكهول والشياب والنساء خاصة والأطفال الكل مع بعضنا من أجل تونس الغد، من أجل تونس خضراء حقيقية مش صحراء القاحلة يرتع فيها تجار الدين والفوضويين والإرهابيين والتكفيريين. هذوب الناس يجب القضاء عليهم نهائيا وترتيح تونس منهم باش بالعمل الصالح بنعطيه المثل بأفكارنا المنيرة بهذا الفكر المنير الفكر الجديد من أجل مصلحة الوطن ومن أجل العالم التونسي ومش من أجل حتى حد وليس فمني حبا في عيون من أجل عيوني كثير كما قال السيد وليس من أجل لوبيات ومافيا في الفساد والممولين بتاع الأحزاب. لذلك نحن ورغم العديد المطالب والناس قاعدة يقول آمنوا حزب آمنوا حزب نحن لا نحب الأحزاب ولن نذهب في إطار الحزبي فمني على قيلة في الوقت الراهن لأن هذا ليس بالحل. احنا عنا ولاء لتونس وولاء للبرامج والحلول التي تجد حل يعني تجد حل لهذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة للبلاد. عنا ولاء إلى يعني كرامة العيش إلى حلول إلى حق العيش. عنا ولاء للشعب التونسي فقط وليس لأحد آخر ولا لمحور ولا لرجل أعمال ولا لدولة ولا حد شيء. الدولة الوحيدة بتاعنا هي تونس ومش نخدموا عليها ونضربوا عليها بالبولة ولن نكلة ولن نملة ولن نتوجه العديد أصدقاء قولهم ردوا بالكم تفقدوا ثقة ردوا بالكم يعني تحبطون ثم شعور بالإحباط قاعد نحسوا فيه عند الجميع لكن قولوا ردوا بالكم هم يستنون في الفرصة هذه حتى يتم إحباط الشعب التونسي ويتمكنوا من الباقي يتمكنوا من اللي قعد من تونس من الهيكل العظمي بتاع تونس باش يكمل يسوس لكن يتأخروا قليلا أو كثيرا. الشعب التونسي الوطني الحر موجود وسوف يكون لهم بالمرصاد وسوف يحاربهم بشدة بالأفكار الجديدة وبالفكر المنير وبقيم والأخلاق السمحة بتاع الدين الحنيف يعني الدين الوسطية والاعتدال والحب يعني والتآخي بين الناس ويعني دين الإنسانية جمعاء. هذا هو الدين بتاعنا وليس دين إرهاب أو تكفير أو تفجير أو فوضى أو جهاد نكاح أو تسفير. هذاك هو الدين بتاعنا الدين الإسلامي الحنيف وليس له علاقة بالسياسة. الدين كما نقول راه في قلوبنا وفي عقولنا ونستمد منه قوتنا وقيمنا وأخلاقنا اللي باش تترسخ في المجتمع هذه الثقافة الإسلامية المنيرة المعتدلة الوسطية التي تتجسد في العديد من الأشياء. يعني الثقافة ليست في جهاد النكاح، الثقافة الإسلامية ليست في التطرف والدعوة إلى قتل الغير، الثقافة الإسلامية ليست حتى كالتعلل اللي يقوله هو سورة التوبة في القرآن فمن تدعو إلى الحرب وأقتلوا. لا، سورة التوبة في القرآن الكريم هي كما نقولوا احنا هيكل أو إطار، أعطت إطار تنظيمي للجيش للجيوش الإسلامية. هاو كيفاش تعمل وقت كذا وقت تصير عندك حرب وقت يهاجموك وقت كذا هاو اش تعمل هاو كيفاش فهمني تتصرف وما إلى ذلك. ولم تدعو والقرآن الكريم لم يدعو إلى القتل، لكن هؤلاء أفكار الظالميين استغلوا في آيات ربي باش يمسحوا بهم عقول الناس باش يمسحوا باش يدعوا إلى الكراهية والحقد والبغض للآخر. احنا الدين بتاعنا دين البشرية ويدعو للتآخي بين الجميع بجميع البشر بكل ديونهم بكل أديانهم ولذلك لا مجال للتطرف
وكل متطرف سوف ينبذه الشعب التونسي وسوف ينبذه التاريخ وسوف يذهب إلى مزبلة التاريخ بحول الله. طولت عليكم برشا، أتمنى لكم أمسية طيبة في هذا يعني وبداية أسبوع طيب غدا، في انتظار فتح ملفات حارقة، ملفات خطيرة جدا. حتى نوصلوا، علاش تفتحوا ملفات ان شاء الله في القريب العاجل؟ باش نوصلوا صوت الناس. نحبوا نوصلوا صوت الناس فقط لا غير. لسنا بمحققين ولسنا بقضاة ولسنا فهمني حتى شيء، نحن الناس تحبوا فهمني. انا واحد من الناس يجيني دوسي فهمني في ظلم او مظلمة، نوصلوا بقدر امكانيتي حسب امكانيتي المتواضعة والمتواضعة جدا. نحييكم الناس الكل، ونحيي كذلك اخواتي اخواني يعني الضباط السامين في الديوان التونسية اللي ينتظروا في استرجاع حقوقهم. يعني ثلاثة اثنين موقوفين وثلاثة يعني متعسف عليه بنقلة تعسفية، ناس كبار في العمر قريب استثناء، مقدمين وعمداء وكماندات وما الى ذلك. ان شاء الله يتم انصافهم في القريب العاجل. كما اتضامن اجدد تضامني مع العسكريين المعزولين الذين لم يجدوا الى حد هذه اللحظه حتى واحد يسمعهم، والى حد هذه اللحظه ما ثماش بوادر انفراج في ازمه هذه. واجدد دعمي لهم واجدد ندائي لرئيس الدوله لاخذ هذه القضيه وهذا الموضوع بجديه كامله، لانه يشكل موضوع امن قومي. هذه حاجه الاخيره اللي حبيت اقولها، وان شاء الله ربي يوصل الحق كما قال اخت ريم. وشكرا لكم على المتابعه، بارتاجيو من فضلكم، وان شاء الله تونس مش غدوه خير، تونس العام الجاي خير، لانه غدوه مازالت الاحداث كثيره وكثيره جدا. في الاخير خلينا مع بعضنا نبنيو الوطن الجديد المجيد العتيد، وطن للجميع، لكل الوطنيين التونسيين احرار. في الاخير كلكم تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا عاش في تونس من خانها.